الورد عن الصحابة الكرام أو السلف الصالح حديث فيما معناه، يعني أننا لو قمنا بمعشار عملهم أو عملنا بمعشار عملهم ندخل الجنة. شيخ كريم، وطبعا عندنا أحاديث تدور حول هذا المعنى بقول سلم، يعني على الزمان القابض فيه، على دينك القابض على الجمر. لما تكلم عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجر العامل منهم علينا، أجر العامل منهم بـ50 منكم. أبو هريرة قال: يا رسول الله بـ50 منهم؟ قال: لا، بـ50 منكم. ثم بيّن العلة، قال: تجدون على الخير أعوانا، ولا يجدون هم، لو في زماننا، ولا يجدون على الخير أعوانا. فيمكن أن نقول بأنها تحوم حول هذا، على أساس أن في آخر زمان يحدث الفتن والهرج، ويكون فيه الزلازل والفتن العظيمة التي تأتي، يعني يرقق بعضها بعض، يعني الفتن تأتي تطرى يرقق بعضها بعض، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يراها يقول: هذه مهلكتي، إذا مرت كأنها يعني أيسر ما تكون، جاءت الأعظم منها. فنحن نتقلب في الفتن، يعلم الله بما نحن فيه، يغفر الله لنا الزلات والسقطات والهنات. ففي هذا الزمان بيّن النبي أن أجر عامل منهم كأجر 50 من الصحابة. طبعا هذا لا يقدمهم على الصحابة، لا يتقدموا، فإلا أقل فهم أن الدين وصل لنا عن طريق من؟ الصحابة. يبقى هم الذين دلوا على هذا الخير ولا لا؟ والدل على الخير كإيش؟ ففاعل. نحن في ميزانهم. في ميزانهم صحيح. يبقى أجرهم مع 50 لهم في ميزانهم. لكن هو كما قلنا في آخر الزمان، لما يشتد الكرب ويدلهم الخطب وتكون الفتن تطرى، العمل فيها يعني أفضل الأعمال في الهرج في هذا الباب. أسأل الله.